أعزائي الطلبة، طلبة المرحلة الأولى، صباحي مسائي قسم علوم المالية والمصرفية كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، أهلا ومرحبا بكم. تمنياتي لكم بطيب الوقت والسلامة، ورب يحفظكم من كل داء ووباء. اليوم المحاضرة الثالثة اللي راح تكون عن الهيكل التنظيمي ضمن وظيفة التنظيم. بطبيعة الحال لكل منظمة هيكل أو بناء، مثل ما هو متعارف عليه أنه مثلا الإنسان لديه هيكل يبنى عليه كافة أعضاء الجسم ويقوم كل من بوظيفته وتتوزع عليه النشاطات. وأيضا المنظمة تحتاج إلى هيكل تنظيمي structure. هذا structure أو هذا البناء يمثل عمود فقري تتوزع عليه كل الوحدات الإدارية والنشاطات اللي تمارسها هذه الوحدات بوظائفها، بمجموعة وظائفها، وكلها تتكامل بوظائفها حتى تنجز هدف المنظمة. لذلك الهيكل التنظيمي عامل مهم وحاسم لعمل المنظمة. بلا هيكل تنظيمي لا يمكن أن يكون هناك تنظيم ولا يمكن أن تكون هناك منظمة. لذلك لكل منظمة هيكل بناء ويمثل عمود فقري، مثل ما قلنا يعكس كل ما تقوم به المنظمة. تعريفه أنه هو الإطار الذي تتحدد بموجبه الوحدات الإدارية والمراكز الوظيفية التي تقوم بإنجاز أهداف المنظمة. هذا واحد من التعريفات، هي عشرات التعريفات، لكن نقدر نقول هذا التعريف وافي لمفهوم أو مصطلح الهيكل التنظيمي. طيب، منين يتكون الهيكل التنظيمي؟ يعني من نريد نبني هيكل تنظيمي لابد أن تتوفر عندنا عناصر. هذه العناصر الأربعة أو الخمسة مهمة جدا في عملية بناء الهيكل التنظيمي. يعني أنا من أريد أسوي منظمة وأبني لها تنظيم لابد تكون عندي عناصر مادية اللي هي المال والمادة والموارد اللي أشتغل بيها، معدات، أجهزة، قاعات، باور، كهرباء، طاقة، غيرها. كل هذه تعد عناصر مادية لها الأثر الكبير في بناء هذا الهيكل. وكذلك عندي العناصر البشرية. العناصر البشرية بطبيعة الحال هم الناس اللي يقومون بالمهام، الأفراد العاملين في المنظمة. هؤلاء هم مختلف مستوياتهم، مختلف مراكزهم الوظيفية، مختلف تخصصاتهم، كلهم هم يقومون بتوظيف الجانب المادي حتى يقدرون أن يشتغلون في هذه المنظمة. ومن ثم ثالثا العناصر القانونية، النصوص، الدستور، اللوائح، القوانين، التعليمات، كل ما يعنى بالجانب الورقي اللي تمشي عليه المنظمة واللي هي تتأسس على وفقه وتمشي، وكل من يعرف حدود صلاحياته ومسؤولياته وكذلك حقوق عملية حقوق العاملين وارتباطهم واتصالاتهم. العناصر المعنوية، العنصر الرابع عناصر المعنوية. طبعا هذه غير ملموسة بالمنظمة. كل منظمة عندها نوع من الفلسفة. البشر هم اللي ناس يعملون بها، والمجتمع اللي تكون به المنظمة يبنى على فلسفة وعلى قيم وعادات وتقاليد واتجاهات. يعني مثلا على سبيل المثال، احنا اكو منظمات ثلاث شفتات تعمل. في بعض البلدان النساء ما يخلوهم بالشفت الليلي او هذا، يخلوهم بالنهار. أو في بعض البلدان هذا قيم ومعتقدات معينه، يقول لك لا، تشتغل المراه متحرره من هذا القيد او هذا المعتقد. اتجاهاتهم، هناك اتجاهات دينيه معينه، هناك اتجاهات قيميه معينه تحكم المنظمه. بس هذه عناصر يجب ان تتوظف بالهيكل التنظيمي، يجب ان تكون، لكن يجب ان تكون بالمنظمه ومن عناصر الهيكل التنظيمي، لكنها غير ملموسه. اذا صار عندي
اربعه عناصر: العنصر المادي، العنصر البشري، العنصر القانوني، العنصر المعنوي. طيب اريد نعرف الان شنو العوامل اللي تاثر في بناء الهيكل التنظيمي. هناك مجموعه عوامل تؤثر من نريد نبني تنظيمي، لازم نبني بناء هيكل تنظيمي، لابد ان ناخذ بنظر الاعتبار عوامل تاثر في هذا الموضوع. حجم المنظمه العامل الاول، حجم المنظمه يحدد لي هناك منظمات صغيره او مصانع صغيره او مؤسسات صغيره ليس هيكلها او يبنى هيكلها التنظيمي مثل منظمات كبيره وشركات كبيره. هذا صغيرة أم كبيرة يأخذ في نظر الاعتبار هذا العامل. العامل المؤثر الآخر عمر المنظمة. طبعا بطبيعة الحال المنظمة تنشأ وتنمو وتكبر وتوصل إلى مرحلة الاضمحلال، هذه دورة حياة يتطور في ضوءها هياكل تنظيمية. يبدأ مصنع صغير ثم يتوسع وينتشر وينتشر في الأقاليم ومن ثم دوليا. هذه العملية يراعى بها تؤثر على الهيكل التنظيمي ويراعى بها عمر المنظمة ونضجها. نطاق عمل المنظمة، نوع النشاط إنتاجي أو خدمي، يتحدد نوع الهيكل التنظيمي من بسيط إلى معقد. هذا النوع أيضا يؤثر في بناء الهيكل التنظيمي. فهناك نشاط من يكون إنتاجي الهيكل ليس هو كهيكل الخدمي، فتتحدد الهياكل التنظيمية من خلال نوع النشاط اللي تقوم به المنظمة. والعامل الآخر أيضا التخصص، نوع التخصص وأداء المنظمة ونوع نشاطها أيضا هذا يؤثر في بناء الهيكل التنظيمي. ومن ثم الموارد البشرية العاملة، نوع العاملين، كمية ونوع العاملين في المنظمة، استيعابها لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن هناك منظمات موارد بشرية قليلة، الناس اللي تشتغل الأفراد اللي يعملون بالمنظمة حجم أعدادهم قليلة حسب حجم المنظمة، وهناك أعداد أيضا كبيرة، فهذه الموارد البشرية أيضا ترتبط مع حجم المنظمة ونطاق عملها. التكنولوجيا لها الأثر طبعا المهم والبارز في هذا الجانب. هناك منظمات تعتمد على التقنيات والتكنولوجيا وبالتالي تتقلص الموارد البشرية فيبنى الهياكل التنظيمي وتتفصل الأمور على ضوء طبيعة التقنيات المتوظفة في عمل المنظمة اللي تؤدي وظائفها. والبيئة، مثل ما معلوم هناك بيئة للنظام داخلية وخارجية، تؤثر البيئة الخارجية على طبيعة المنظمة. طبعا مش عدنا بالبيئة الخارجية، عدنا عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، كل هذا يؤثر في المنظمة. صارت عدنا عوامل مؤثرة هي حجم المنظمة، عمر المنظمة، نطاق عمل المنظمة، التخصص، موارد بشرية، تكنولوجيا، البيئة، كل هذه عوامل مؤثرة في حياة المنظمة. كل هيكل، كل منظمة يبنى لها نوع نموذج من الهياكل التنظيمية. كل نوع من المنظمات وكل نوع متخصص وكل نوع يبنى لها هيكل تنظيمي معين. لذلك عندنا مجموعة تقسيمات الهياكل التنظيمية. التقسيم على أساس التخصص الوظيفي طبعا يعتمد على وظيفة المنظمة، مثلا عتها إنتاج، تسويق، تمويل، فهذه يبنى الهيكل التنظيمي من مدير عام، مدير تسويق، ويتصل بالمدير العام أو مسؤولية المدير العام ارتباطه مع مدير التسويق، مدير موارد بشرية، مدير العمليات، مدير التمويل، وبالتالي شعبهم كل من وشعبته. هذا يسمى التقسيم على أساس التخصص الوظيفي، هذا التخصص التسويقي، هذا موارد بشرية، هذا مدير إنتاج. طبعا هذا الغالب اللي موجود الآن في المنظمات، نموذج التقسيم على أساس التخصص الوظيفي أو النوعي. اثنين، التقسيم على أساس المنتوج، الهيكل التنظيمي اللي مستخدم حسب نوع المنتج. مثلا شركة ألبان على سبيل المثال، دائما الهرم يكون مسؤول عن أقسام لنوع المنتج اللي تقوم به المنظمة، مثلا قسم القشطة، قسم الجبن، قسم الحليب، قسم الآيس كريم، هذه كلها منتجات أو سلع يبنى في ضوء الهيكل التنظيمي
فهذا النموذج يبنى على أساس المنتوج أو السلعة. النوع الثالث التقسيم على أساس الجغرافيا. هناك منظمات، على سبيل المثال هناك شركات، لنفرض عندنا شركة النفط، النموذج اللي تحت هو بالقسم الثالث، يتغير هذا نموذج التقسيم على أساس المنطقة الجغرافية. مثلا شركة نفط، شركة نفط الوسط، شركة نفط الجنوب، شركة نفط الشمال، هذه تأسس أو تقسم أو نموذج التقسيم هيكلها على ضوء المنطقة الجغرافية اللي تعمل فيها في ضوء تقسيمات شغلها. فلذلك التقسيم على أساس الجغرافيا حسب الموقع أو المدينة، وهذا النمط طبعا واحدة من أمور اللي هو يصعب ترابط الوحدات الإدارية اللي موجودة بهذا. لذلك تشوف دائما بالتقسيمات الجغرافية كل قسم ينطو شأنه وينطو ما عدا القرارات العليا هي ترتبط مع المدير العام أو الرأس. الرابع التقسيم على أساس العملاء الزبائن، النموذج اللي فوق مكتوب عليه نموذج التقسيم على أساس العملاء. مثلا عندي شركة، أنا عملائي رجالي، مثل مصنع خياطة، ملابس رجالي، نسائي، ولادي أو أطفال، هذا يتقسم النموذج في ضوء حاجة العملاء وطبيعة احتياجاتهم. وهناك أيضا تقسيم على أساس العمليات، مصنع لموبيليات أو حد أو حديد أو غيره، فهذا مثلا على سبيل المثال نموذج تقسيم على أساس عمليات المنظمة. فهناك مثلا الرأس يرتبط مع قسم أو الهيكل التنظيمي، يكون قسم الخراطة، قسم الحدادة، السباكة، قسم حسب النموذج المثال اللي موجود. التقسيم على أساس الوقت والزمن، أكو هناك منظمات تعمل بشفتات صباحي مسائي ليلي، وهذه أو صباحي ومسائي. طبيعة عمل المنظمة يستوجب أن أعتمد في بناء الهيكل على نموذج التقسيم على أساس الوقت أو وجبات العمل، وكل وجبة مستقلة بإدارتها، مستقلة بمسؤوليها ومشرفيها وملاحظيها وغيرهم. النموذج الأخير وهو التقسيم المختلط المركب. طبعا هذا من تكون عندي أنا شركة بها عمليات تسويق ومالية وأفراد، ومثلا التسويق بإعلان وتسعير ومبيعات، هذا يتحدد بالمناطق الشمالية تسويق، بالمنطقة الوسطى تسويق، بالمنطقة الجنوبية تسويق، وأيضا يتوزع. وبعدين نوع المنتج، تسويق حليب مثلا، نرجع إلى شركة ألبان أو منظمة ألبان اللي تنتج الألبان أيضا. يعني ببساطة المركب هو اللي يحمل أكثر من نموذجين أو ثلاث حسب طبيعة المنظمة وظروف عملها ومواقعها. طبعا بطبيعة الحال هاي التقسيمات السبعة هي الغالبة اللي موجودة بالمنظمة، لا يمكن أن يتعمم نموذج على المنظمات الأخرى. كل من حسب موقعها الجغرافي، اتساعها، حسب نوع منتجها، حسب عملياتها، وحسب شغلها مع الزبائن. وأحيانا تتركب هذه النماذج مع نموذج واحد حسب حاجة المنظمة، فيسمى نموذج التقسيم المختلط المركب. أحب أن أنوه أنه كل نموذج له إيجابياته وله سلبياته، لكن تضطر المنظمة أن تعمل على الإيجابيات وتظل السلبيات، لأنه لا يمكن أن لا أن تعتمد على النموذج الذي يناسب عملها. أعزائي الطلبة، لهنا ونكتفي بهذه المحاضرة، وأطلب منكم أن تضعون سؤالين مهمين جاوبوا لي عليها. السؤال الأول، ما فهمك للهيكل التنظيمي، مفهوم الهيكل التنظيمي والعوام والعناصر اللي يتكون منها. شنو الهيكل التنظيمي؟ شنو العناصر اللي يتكون منها؟ سؤال أول، ما مفهوم الهيكل التنظيمي وما هي أبرز عناصره الأساسية اللي يتكون منها؟ السؤال الثاني، أبرز الهياكل التنظيمية، عندك سبعة، شوف اشرح لي منها أربعة خمسة ستة، وأريد تنطيني نموذج مخطط ترسمه لكل نموذج من هاي النماذج. يعني أنت عليك أن تجاوبني بتوضيح للنموذج أو التقسيم مع الرسم أو الشكل اللي
يتعلق بهذا النموذج. شكرا جزيلا، وأتمناكم السلامة للجميع، ويا رب نشوفكم بأحسن حال إن شاء الله. تحياتي.